فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين، وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين ومن استنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. نعم أيها الأحبة، حديثنا في هذا اللقاء وسيكون موجز لأن الوقت ضيق جدا، سنختصر إن شاء الله. The talk at this time would be يعني summarized because time is very tight. وهو عن عوائق في طريق طالب العلم. It is about the obstacles on the way of the students of knowledge. لا شك كلكم قد سمعتم من مشايخنا الكرام وأساتذتنا جزاهم الله خير أهمية العلم وطلب العلم، وسمعتم أيضا ما ينبغي على طالب العلم. No doubt that you brothers have heard from our noble مشايخ the importance of seeking knowledge and what the students of knowledge need to do. وينبغي أيضا ذكر وتنبيه طالب العلم بما يمكن أن يعيق طريقه في طلب العلم. And it is important to mention to طالب العلم what can stop him on his way to seeking knowledge. أولا هذا العلم هو ميراث الأنبياء. First, this knowledge is the inheritance of the prophets and messengers. ثانيا أن هذا العلم لا يرتضيه الشيطان. Second is that this knowledge شيطان doesn't accept, doesn't like. لماذا؟ لأنه النور الذي أنزله الله عز وجل لأهل الأرض. Because it is the light that Allah سبحانه وتعالى sent down to the people of the earth, the creation on the earth. والشيطان لا يريد لهم نورا. And the شيطان doesn't want them to have any light. وهو ساع بكل ما أوتي من جهد لإطفاء هذا النور. And he will do his best to put off this light. كما قال الله عز وجل عن جنوده، عن جنود إبليس وهم الكفار. As what Allah Ta'ala said about the soldiers of شيطان of إبليس who are the كفار. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. They wish to put off the light of Allah by their mouths, but Allah is completing His light even though the kuffar hates that. إذن هناك أشياء تجعل هذا النور ينطفئ في طريقك أيها الطالب أيها المسلم. والأصل أن كل مسلم ينبغي أن يكون طالب علم، لأن الإنسان إما أن يكون طالب علم أو يكون قانع بالجهل. فإذا كان قانعا بالجهل فهذا والله عار وعيب عظيم. بل المسلم ينبغي أن يطلب العلم ولا يستكين ويستسلم ويقول العلم صعب والعلم كذا. لا، هذا ميراث، ميراث النبوة. أنت تسعى جاهدا في ميراث الدنيا حتى تحصل على أكبر قدر منه، كيف بك تتساهل في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. So as I said, the شيطان will stay on the way of every
student of knowledge to put off the light for him. So he cut the road, he cut the way, make him not to continue his journey in seeking the knowledge. Why? Because it is the light. It is the light. And by the way, who is Talib al-Ilm? Every Muslim must be Talib al-Ilm. Every Muslim. Every single Muslim, male and female, must be Talib al-Ilm. Because people are of two types. Either Talib al-Ilm, either somebody who seeks knowledge, or somebody who find it sufficient with ignorance. Quite good to be ignorant. Which is not good for you. Which is not good for you to be لكن طالب العلم لا يعني أنه بالضرورة أن يكون يعني طالب علم يتفاوتون طلاب العلم يتفاوتون من حيث القوة لكن لا بد أن يطلب العلم دائما دائما so he must seek the knowledge all the time and does not leave the knowledge نعم إذا لا بد أن تعرف ما هي العوائق والموانع لك من تحصيل العلم. So you must know what are the obstacles and preventers for you from seeking knowledge. أنا سأجملها سريعا واعذروني لأن عندي محاضرة أخرى في مسجد آخر. I will just يعني mention them quickly and pardon me because I have a lecture in another مسجد. العائق الأول الكسل. الكسل وهذا من أعظم ما يصيب طالب العلم ويؤدي إلى الفشل. The first obstacle is laziness, and that what يعني affect طالب العلم in his journey of seeking knowledge and make him end up with failure. With failure. ثم ماذا ينتج؟ هو بدأ في طريق طلب. شوف الخطورة الآن. بدأ في طريق طلب العلم فجاءه الشيطان كسله. He began يعني I want to give you the result of laziness. The شيطان saw him starting on the way of seeking knowledge. So he will come after him. سيأتي وراءه يكسله. Make him lazy of seeking knowledge. ثم بعد ذلك يتركه. Is he going to leave him like that after that? لا. سيأتيه يحرضه أن يتكلم لأنك طالب علم. He will continue يعني whispering to him that you have to speak, you have to teach, you have to lecture because you are a student of knowledge. وهو لم يكن فعلا طالب علم يعني يمكن أن يقوم بهذا الدور بدور التعليم. But he never was a student of knowledge who was qualified to take this role of teaching. لكن الشيطان سيأتي فإذا بدأ يتكلم سيقول على الله بغير علم وربما أتى بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وإذا ذكر لا يتذكر ولا يرجع ويعظم ذلك في نفسه so he might give the talks and then speak on behalf of Allah falsely and he may mention hadith which are weak or even fabricated and maybe someone come and remind him but he become arrogant and refuse to come back لأن هذا هو ما يريده الشيطان because this is what the شيطان wants والله عز وجل يبين لنا أن المسلم لا ينبغي أن يكون كسولا في طريقه إلى الجنة أن الله تعالى explain to us and show us that the Muslim should not be lazy on his way to the Jannah. قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم. Allah تعالى said to our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and he is the master of all the children of Adam. قال الله له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر. اصبر نفسك. الأمر صعب لكن يحتاج إلى الصبر يحتاج إلى صبر إن شاء الله تعالى said to Prophet Muhammad in Surah Al-Kahf and be patient with those and be patient while you are with those and be with them be around those who call Allah in the morning and in the evening call Allah in the morning and in the evening meaning don't be hustling don't be lazy don't be somebody who feel boring in these places. نعم. العائق الثاني, the second obstacle, الكبر, the arrogance, arrogance. كبر في الطلب وكبر في التعليم. كبر في التحمل وكبر في الأداء. كبر في التحمل وكبر في الأداء. The arrogance in the time of
تحمل and تحمل means loading, meaning when you seek the knowledge. And كبر in أداء, when you deliver this knowledge. ما كيف يكون الكبر في هاتين الحالتين؟ How can كبر be in these two cases or situations؟ في حال التحمل يرى أنه أكبر من هذا الشيخ الذي جاء. At the time of carrying the knowledge, he finds himself greater than this sheikh who came to teach. أنا أخذ على هذا, أنا أحسن منه. So I take from this man, I'm better than him. وبالتالي يحرم نفسه. وبالتالي يحرم نفسه. قد كان أهل العلم يجلسون وقيل لا يكون العالم عالما حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو دونه. Because this man might have something of the knowledge that you don't have. And that's why they said the alim cannot be alim until he takes from the ones who before or above him and those who are lower than him. Or lower than him. وتعلمون قصة موسى والخضر. قصة موسى والخضر. And you know the story of موسى and خضر. بينما كان موسى والخضر في المركب جاء طائر فنقر في الماء نقرة. فقال الخضر لموسى أرأيت ما أنقص هذا الطائر من الماء فإن علمي وعلمك بالنسبة لعلم الماء لعلم الله كما أنقص هذا العصفور من الماء من اليم. الخضر said to موسى see this bird when it يعني but its beak in the water and picked some water. How much did it take from the river? Nothing. He said to him, then my knowledge and your knowledge compared to the knowledge of Allah is just like what the bird took from this river. نعم. فالإنسان لا يدع يعني هذا كبر يقول لا أنا ما أخذ عن هذا. هذا من هذا؟ هذا من هو؟ هذا لا يجوز ولا مثل هذا لا يكمل طريق طلب العلم. This is not permissible, and like this person would never continue on the journey of seeking knowledge. والكبر في التعليم والكبر في التعليم أن يقول أنا لا أرضى أن آتي وأعلم في مكان ما فيه إلا بضعة أشخاص. هذا كبر. العلم يعطى لأي أحد حتى لو كان العدد قليل حتى لو كان واحدا. Knowledge, yani he says, I will not come to this place and give a talk because there is only few people. I want big number of people. This is kibr. This is kibr. وتعلمون الحديث. تعلمون الحديث. And you all know the hadith. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم, where the Prophet صلى الله عليه وسلم said, يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل. والنبي ومعه الرجلان. والنبي وليس معه أحد. أدى الذي عليه هو مشى إليه مؤدى ما قال لا يسمعون أرجع. So he صلى الله عليه وسلم said that in the day of resurrection a prophet will come had two followers, a prophet will come had one follower, a prophet will come has no followers. This one who had no followers or those who had one and two did not يعني say oh we don't have big followers we are not going to go to this village or these people. لا لأن المطلوب أن تؤدي الذي عليك تؤدي الأمانة بلغ ولا يعنيك من قبل ومن لم يقبل. All of what you need to do is to convey the message and who accept who doesn't accept this is not your business. العائق الثالث ولذلك قال أهل العلم لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. That's why the people of knowledge said knowledge cannot be received by one who is shy in seeking knowledge and one who is arrogant. These two cannot have the knowledge. نعم. العائق الثالث الحياء. The third obstacle on seeking knowledge is shyness. والمقصود بالحياء أي الحياء الذي يمنع من عمل مشروع كالعلم كطلب العلم. الحياء المذموم هو الذي يمنع من عمل مشروع. So the condemned shyness is that which prevents from a legislated deed, like seeking knowledge. هذا ليس جيد. This is not good. هذا الحياة ليس. وإلا فالحياة في أصله من الإيمان.
وإلا في الحياة شعبة من شعب الإيمان، كما في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، علىه قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. Otherwise the shyness is from إيمان, from the ranks of إيمان as in the hadith. نعم, the Prophet صلى الله عليه وسلم said the highest rank of إيمان is لا إله إلا الله, and the lowest is removing the obstacles from the way of the people, and shyness is from the ranks of إيمان. فإذا كان الحياء يمنع عندئذ لا يجوز أن إذا كان يمنع من خير فلا يجوز تعاطيه, لا يجوز أن يكون الإنسان على الحياء. نعم, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يعظ أخاه في الحياء إلى متى تستحي, قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. And that's why when the Prophet صلى الله عليه وسلم saw a man advising his brother, saying to him, up to when you are shy, the Prophet صلى الله عليه وسلم said to him, leave him, shyness only bring good. لكن متى؟ إذا لم يكن في شيء من العمل المشروع. But when? That is when this shyness is not related to a legislated deed. لأن ذاك الرجل كان يعظ أخاه في أمر القرض, هو أقرض ناس مال ويستحي أن يطلبهم. He lent some people money and he feels shy to go and ask them. So that's why his brother was telling him, up to when you be shy. So the Prophet صلى الله عليه وسلم said to him, no, leave him. إذن الحياء إذا يمنع من عمل مشروع فهو مذموم, وإذا لا يمنع من عمل مشروع فهو محمود. So the shyness, if it prevents from a legislated deed, then it is disliked and disregarded. But if it is in regard to things which are not related to the Sharia, the Shara, then it is something liked and good. أما العائق الرابع فهو عدم السؤال. عدم السؤال, يبقى طالب العلم لا يسأل, هذا مصيبة. كيف طالب علم؟ The fourth obstacle is hesitating from asking questions. How come a student of knowledge and he doesn't ask? كيف تعرف أن فهمك للمسألة كان صحيحا؟ كيف تعرف أن فهمك لكلام الشيخ كان صحيحا؟ إلا أن تعرض على الشيخ ما استقر في ذهنك, أو الشبه كيف تزال إذا لم تعرضها على شيخك. So when can you know that what you understood from the sheikh is right, not wrong understanding? When? If you don't ask the sheikh. When these doubts in your mind going to be removed if you don't take them to the sheikh? When? نعم, ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل كيف حس هذا العلم في سن مبكرة قال بلسان سؤول, يعني كثير السؤال لا يمل السؤال, وقلب عقول, قلب يحفظ. So he said, by a tongue that never stop asking about things that I don't know or I want to remove the يعني doubts from. والعائق الخامس, and the fifth obstacle, عدم الحفظ, عدم العناية بالحفظ. هذه مصيبة. طالب علم ما يحفظ, يريد آية ما يحفظ. عندنا طلاب علم يعني يصح أن نسميهم طلاب شركة الكهرباء. طلاب شركة الكهرباء, يعني we have students of knowledge, we can call them the students of electric company. إذا جاء التيار جاء العلم, غاب التيار غاب العلم, لأنه مع الكمبيوتر, مع الكمبيوتر, كله بالكمبيوتر, because their علم is only related to the computer. When the power is off, خلاص, he closed the circle of knowledge. لا يحفظ, he doesn't memorize. قرآن لا يحفظ, حديث لا يحفظ, أصول لا يحفظ, كلام أهل العلم لا يحفظ. إذن هذا كيف يكون طالب علم؟ كيف يكون طالب؟ He doesn't memorize nothing. Quran, he doesn't memorize. Hadith, he doesn't memorize. The statements about العلم, he doesn't memorize. So how come he be طالب علم? How come? نعم. أو يكون مثلا شيخه كما يقولون, يعني يقولون شيخه شيخ جوجل. كثير من الطلاب اليوم شيوخهم جوجل. يغيب جوجل يغيب علمه. لا ندري عاد جوجل هذا يستمر كم. يمكن أمريكا تبطل جوجل. يقتلون جوجل خلاص راح العلم.
مصيبة هذه، لابد من الحفظ. يقول يعني فاحفظ، صاحب الرحبية يقول فاحفظ فكل حافظ إمامه. Some يعني many, not some, many of the students today or those who consider themselves students of knowledge, their شيوخ, their شيخ is شيخ جوجل. When Google is there is, يعني he has his علم. No Google, no علم. That's the problem, يا إخوان. نعم. إمام الرحبي said in his poetry, in his poem, he said, فاحفظ, memorize, فكل حافظ إمامه. Everyone who memorize is, يعني later on he become إمام. العائق السادس, عدم الانتظام في حضور حلق العلم. And the sixth obstacle is the non-consistency in seeking knowledge. تجده يحضر مثلا اليوم ويغيب غدا, يحضر مرتين في الأسبوع ويغيب ثلاث مرات. هذا ليس طلب علم, هذا ليس طلب علم. نعم, يعني he, you see him in the circle of knowledge today, but tomorrow is not, or 2 days in the week and 3 days is off. That's not correct. That's not correct. هناك درس للشيخ يقول لكن اليوم أنا عندي day off. كيف day off؟ في العلم في day off؟ ما في day off في العلم. الإمام أبو زرع الرازي والإمام أبو حاتم الرازي كان في حلقة علم في الصباح, فانتهت الحلقة فمر على السوق اشتري سمكة, ذهب إلى البيت حتى يطهوانها ويأكلانها, فسمع مناديا ينادي حلقة الشيخ فلان بدأت, فترك السمكة ومضى إلى تلك الحلقة. Imam Abu Hatim al-Razi and Abu Zura al-Razi, they one day went to a circle of knowledge in the early morning, and they, when the circle finished, they passed by the market and bought a fish, went home to cook it. When they were preparing it to be cooked, they heard a caller saying that the circle of knowledge of Sheikh so-and-so started. So they left the fish and they went to the circle of knowledge. They finished, then another circle, another circle, another circle. They did not, ولم يرجع, سكانت ينادى حلقة بعد حلقة, فلم يرجع إلى البيت إلا وقد فسدت السمكة. They did not come back home until the fish was ruined already. لذلك ينبغي الحضور والمواظبة. ثم لا تقول والله أنا خلاص حضرت 4 سنين في الجامعة وكذا. لا لا, لما سئل الإمام أحمد, and you don't say that, oh, I attended in the university 4 years, or I attended to Sheikh so and so number of years. لا, إمام أحمد سئل وهو كبير, يعني لما كبر سنه. When إمام أحمد became old, he was asked, إلى متى هذا العلم؟ قال, من المحبرة إلى المقبرة. من المحبرة إلى المقبرة, لا يترك طلب العلم. لا, لا يترك طلب العلم. He said, from the bottle of ink to the hole of grave, we never leave seeking knowledge. والعوائق كثير, لكن لعلي أختم بهذا لأن وراءنا يعني قلت لكم محاضرة. The obstacles are many, but I will just mention the last one as the main obstacles. منها عدم العمل بهذا العلم, وهذه مصيبة المصائب, مصيبة المصائب. قال قائلهم, وعالم بعلمه لم يعمل معذب بالنار قبل عباد الوثن. وإن كان يعني القائل ليس من أهل التوفيق والصلاح, لكن المعنى صحيح. إذا لا تعمل بهذا العلم مصيبة, كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون, ما لا تفعلون. يعني this obstacle which means that you don't act upon the knowledge you gained, you earned. You don't act upon it. What is the benefit? This is the most major calamity. أبو طالب العلم. How come? Allah Ta'ala condemned the Yahud for that they say something and do something else. And do something else. نعم. لذلك ينبغي الحذر. وعلي بن أبي طالب ماذا يقول؟ يقول العلم يختف بالعمل. علي بن أبي طالب says knowledge calls the actions, the deeds. فإن أجابه وإلا ارتحل. So if the action responded, meaning that person start acting upon the knowledge he had, otherwise the knowledge will leave that body. كيف يسير يتركه؟ هل يتركه إنسان؟ ممكن.
هل يتركه بعدم التوفيق لمزيد من العلم؟ ممكن. هل يتركه بعدم البركة؟ ممكن. هل يتركه بأن يحل عليه شيء من الغضب من الله عز وجل؟ How he is going to live, either he forget or he does not يعني receive or does not get any more knowledge after that, like a bottle full, or maybe he does not get the barakah from Allah, barakah from, or maybe he get the anger of Allah, he gains the anger of Allah because he doesn't act upon this knowledge. أسأل الله بمنه وكرمه أن يبصرني وإياكم بديننا وأن يجعلنا جميعا ممن يتعلمون العلم ليرفعوا عن أنفسهم الجهل أولا ويرفعوا عن الناس ثانيا، وأن يجعلنا من المخلصين له في طلب العلم وفي نشره وفي العمل به. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.